معنا من ريف دمشق خبيب عمار الناطق الإعلامي باسم شبكة سوريا مباشر. خبيب، إذا غازات سامة تقصف بها قرية البحرية بمنطقة المرج للمرة الثانية، هل توفرت أي حصيلة لضحايا القصف وما الأعراض التي ظهرت على المصابين؟ نعم، شكرا سيدتي. يعني بداية فعلا التأكيد على ما قلت، قصف البحارية بالغازات السامة ليس للمرة الثانية، وإنما هي المرة الثالثة التي تقصف فيها بلدة البحارية بالغازات السامة، وهي غاز السارين السام. يعني حتى الآن 3 إصابات على العناصر الجيش الحر، 3 إصابات. يعني حتى الآن الإصابات هي نفس الإصابات السابقة، في كل مرة هي ضيق في حدقة العين، أيضا ضيق في التنفس، بالإضافة إلى ظهور زبد من فم المصاب. سبب قلة الإصابات هنا في بلدة البحارية وهو يعني استطاع الجيش الحر رصد مكالمة لاسلكية بين عناصر جيش النظام وعناصر من حزب الله هناك، ويعني أكدوا أنهم سيستخدمون السلاح الكيماوي ضد المقاتلين في بلدة البحارية بعد سيطرة الجيش الحر بشكل شبه كامل على معظم أرجاء بلدة البحارية على تلك الجبهة. فقام الجيش الحر بالانسحاب من بلدة البحارية، ولكن يعني ان شاء الله تعالى ان يصاب 3 أشخاص من عناصر الجيش الحر بهذه الغازات السامة. طيب يعني خبيب، بالنسبة ضعنا أيضا في صورة الحريق الذي اندلع في سجن عدرا المركزي، ما طبيعته؟ نعم، شكرا يا سيدتي. يعني سيدتي بالفعل، يعني بالفعل يعني حريق ضخم جدا نشب بالقرب من سجن عدرا، وليس في سجن عدرا، وهو نتيجه حرق يعني عشرات الهكتارات من المحاصيل الزراعيه في ضمن سياسه التجويع التي يشنها جيش النظام بشكل عام على اهالي الغوطه الشرقيه. يعني النظام يريد من هذه الخطوه هو يعني منع الاهالي ومنع الفلاحين من قطف يعني محصولهم السنوي لتجويعهم وقطع جميع امدادات الحياتية عنهم. يعني سيدي دعني انتقل قليلا الى العاصمه دمشق. يعني البارحه تم تسليم مختار حي القدم المذكره رسميه ب 42 شهيدا قضوا تحت التعذيب في اقبيه الامن العسكري من في فرع المنطقه، و20 شهيدا سيسلموا لذويهم، اما الباقي لا نعرف ما مصيرهم. يعني مدن القلمون، مدينه جرود وبلده الرحيبه ايضا حمله شرسه يشنها جيش النظام على هاتين البلدتين. يعني في مدينه جرود 8 شهداء حتى الان، يعني نتيجه القصف بالمدفع الثقيل والرشاشات الثقيله على معظم ارجاء البلده، بالاضافه الى اطلاق النار من رشاشات الشركه والدوشكا على وسط البلده. الشهيد الثامن سقط خلال الساعه السابعه صباحا متاثرا بجراحه. ايضا بلده الرحيبه في القلمون، يعني كما ذكرت 10 شهداء، حمله مستمره على هذه البلده، قصف على معظم ارجاء هذه البلده بالاضافه الى استهدافها بالطيران البارحه، بالاضافه واقتحام اجزاء منها بضل قطع تام لجميع الاتصالات على هذه البلده. شكرا جزيلا لك خبيب عمار الناطق الاعلامي باسم شبكه سوريا مباشر، كنت معنا من ريف دمشق. أفاد ناشطو الثورة بمقتل أكثر من 100 مدني على أيدي قوات النظام وميليشيات حزب الله الشيعية، وذلك أثناء محاولتهم عبور طريق سريع شرقي مدينة القصير بريف حمص هاربا إلى مناطق أكثر أمنا. وأضاف الناشطون أن معظم الشهداء أصيبوا وهم يحاولون إسعاف عدد من الجرحى، حيث لم يتمكنوا من الهرب جراء إطلاق النار الكثيف الذي تعرضوا له. ألا ولم يتمكن الناشطون من سحب جثث الشهداء في حين قامت قوات النظام باعتقال الجرحى. نبقى في حمص، حيث تعرضت الأحياء القديمة وحي وادي السايح في المدينة